السلام عليكم. ربنا بيعطي الصحة والجمال لكثير من خلقه، لكن بيعطي السكينة لأوليائه والناس اللي بيصطفيهم في الدنيا دي. الناس اللي بيصطفيهم بالدنيا دي بيكون علاقتهم بينهم وبين ربنا بتكون قوية بشكل كبير. مش بقول هنا ان انت لازم تعمل عبادات طول اليوم عشان تبقى علاقتك بينك وبين ربنا كويسة، لا، ابسط الامور اللي ممكن تعملها في حياتك دي ان انت ما تأذيش حد، ان انت تساعد الناس من غير مقابل، ان انت لو ساعدت حد ولو الشخص اللي انت ساعدته دوت اذاك او كلم عليك ما تروحش انت تفضحه في كل مكان تقول ده انا كنت بعمل فيه وبعمل، لان انت في الاول وفي الاخر بتبتغي وجه الخالق. فلما بتعمل كده ربنا بيستفيق وبيخليك انت من عباده الصالحين، وربنا بيطفي على قلبك سكينة. السكينة دي بتخليك انت تكون مرتاح وبتخليك انت عندك رضا بشكل كبير في كل حاجة من حياتك، في كل جانب من جوانب حياتك. بتبقى انت راضي عن زوجتك، بتبقى راضي عن اولادك، بتبقى راضي عن دخلك ايا كان بقى الدخل اللي داخلك ده قد ايه، بتبقى انت راضي عن كل شيء. وفي مقول قالها الشيخ نابلسي قبل كده، قالك لو شققنا على قلب المؤمن، لو اخدنا السكينة دي من قلبه ووزعناها هتكفي اهل الارض جميعا. فتخيل انت لو انت عندك السكينة دي في قلبك هتلاقي نفسك انت مرتاح. عشان كده قبل كده في ناس بتلاقيهم اولادهم توفوا، ممكن ولد او اتنين، وبتلاقي عنده سكينة وانت تستغرب ازاي ابنه مات او زوجته ماتت او زوجها مات وعندها السكينة دي، ازاي قدرت توصل للمرحلة دي. دي بتوصل للمرحلة بالايمان، بالايمان بالله. بيبقى انت قلبك ما بيشيلش غل ولا حقد ولا ضغينة لحد. لو انت وصلت للمرحلة دي هتلاقي السكينة بتجيلك، لو وصلت للمرحلة دي هتلاقي نفسك انت مرتاح. وهو ده الكنز الحقيقي اللي انت ممكن يكون عندك في الدنيا اللي انت عايشها ديت. لما جم سألوا الحسن البصري واحد قال له ما سر زهدك في الدنيا يا إمام، قال له أربع حاجات من أبرع ما يكون، ولو خدتهم في عين الاعتبار الأربع حاجات دول هترتاح جدا. أول حاجة قال له علمت أن رزقي لن يأخذه غيره فاطمأن قلبي. تاني حاجة علمت أن عملي لن يشتغل به غيري فعملت به. تالت حاجة قال له علمت أن الله مطلع علي فاستحيت أن يراني على معصية. رابع حاجة علمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. الأربع حاجات دول لو فهمتهم كويس وطبقتهم في حياتك هترتاح، وهتلاقي نفسك انت مفيش تحديات بتقابلك، او حتى لو في تحديات بتقابلك هتلاقي انت قادر تواجهها، وهتلاقي السكينة بتيجي جوه قلبك. السكينة دي هي اللي هتخليك تشوف الدنيا بشكل مختلف، هي اللي هتخليك تشوف حاجات انت ما كنتش شايفها حواليك. وعشان كده هديك مثال، وممكن المثال دوت يتضح لك على الوقت. ان انت مثلا لو فرضنا ان انت عايز تشتري بيت معين، او عايز تشتري عربية معينة موديل معين، او من شركة معينة، اول ما تقرر ان انت عايز تعمل الحاجة ديت هتلاقي ان العربية دي منتشرة كتير في البلد وبتشوفها في كل حتة، لان انت تركيزك انتقل من زاوية لزاوية تانية. فجأة بتلاقي ان الحاجة اللي انت بتدور عليها منتشرة بشكل كبير. لو عايز تشتري تليفون معين، لو عايز مثلا تسافر البلد معينة، هتلاقي اعلانات في كل مكان عشان انت ركزت عليها. فنفس الشيء لو انت ركزت على السكينة وركزت على محبة الله هتلاقي السكينة بتيجي جوه قلبك وهتلاقيها جاية لك. زي في قصة من القصص الشهيرة ان في شخص راح لعالم فقال له انا نفسي اشوف الرسول، قال له عايز تشوف الرسول؟ طيب قبل ما تنام كل سمك، وقبل ما تنام ما تشربش مية خالص. فهو ما فهمش ايه علاقة السمك بالمية بالرسول، فقال له اوكي ماشي. راح فعلا سمع كلامه وكل سمك ونام. طول الليل كان بيحلم بايه؟ بيحلم ان هو بيعوم، بيحلم بانهار، بيحلم بمطر، بيحلم بكل حاجه ليها علاقه بالميه. صحي تاني يوم فراح للعالم فقال له، قال له انا ما حلمتش برسول، انا حلمت ان انا عايز اشرب ميه طول الليل، ان انا نايم وانا عطشان. قال له هو ده، لو انت بتحلم تشوف الرسول فكر فيه وحس بيه وهتلاقيه هو بيجي لك. نفس الفكره في الحلم ده، نفس الفكره في كل حاجه. فكر في السكينه، فكر في راحه البال، واعمل عليها، اعمل اللي انت تشتغل عليها، ما تاذيش حد. افتكر الاربع حاجات اللي قلتهم بتوع الحسن البصري وهتلاقي حاجات بتوصل لك بشكل كبير، وهتلاقي السكينة بتطغى قلبك. سلام عليكم.